هنروح لقضية، نرجع بقى بالزمن بعيدا عن كرة السلة، أعتقد كفينا وفينا، ولكن نروح بقى لموسم 71. موسم 71 كان الدوري تم إلغائه. الفقرة اللي بنتكلم فيها دي عشان بيتردد دايما خلفية إلغاء الموسم ده، والبعض بيشيل عدة عوامل ما ينفعش تقيس الحدث بمعزل عن سياقها. عشان تبقى إنسان متزن عقل بتقول رأي موضوعي زي ما هنحاول نعمل هنا، والحكم للمشاهدين. ثم عادة يا فارس بيستدعوا الموسم ده في أي مشكلة فيها أخطاء تحكيمية طبعا، أو أي مشكلة فيها علاقة بقرارات من اتحاد الكرة، أو أي مشكلة فيها علاقة بأشياء أخرى، فبيتم استدعاء الموسم ده على سبيل إن هم نعد موسم 71، موسم 66، جول حسن شحاتة الملغي وهكذا. فإحنا هنا بنقف عند كل قضية عشان نوضح برضو بصوت العقل وصوت المنطق إن الكلام اللي بتقولوه مش سليم. كابتن مروان كنفاني كان حارس النادي الأهلي في المباراة دي، حصلت لقطة تحكيمية تسببت في إلغاء المباراة. لازم نقول ملحوظة مهمة، الموسم ده كان راجع بعد غياب الدوري لمدة 3 مواسم نتيجة أحداث وظروف كانت بتسيطر على اللعبة. 4 مواسم 4 مواسم تقريبا. فإذا احنا بنتكلم في سياق لازم تقيس عليه الأحداث كانت حاصلة ازاي. نشوف كابتن مروان كنفاني قال ايه عن اللعبة، ونرجع نعقب ونسترجع معاكم مشاهد تاريخية تفهمنا سياق الواقع. نطلع ونشوف الفيديو. يوم ماتش الزمالك في سنة 71 اللي حصلت فيه المشكلة، واحنا نازلين على ملعب في الاستاد، قال لي الله يرحمه، قال لي يا مروان خلي بالك الحكم ناوي عليك المرة دي. انا ما كنتش عارف انه الكابتن دي بتعين للمباراة دي. فبيسألوني في التلفزيون على ايه رأيك الحكام المصريين والحكام الاجانب. انا ما كنتش عارف انه اتحاد الكرة قد اختار الكابتن. قلت انا قلت يعني انا افضل الحكم الاجنبي لانه الحكم المصري يعني كلام ما كانش لازم اقوله، يعني الحكم المصري يخضع لبعض الضغوط الجمهور او الباك رايت بتاع الزمالك مش فاكر مين هذا. جت احنا هجمنا عليهم، جت كل الكره فراح شاطها شوطه جامده يطلعها يعني من هذا. جت ما فيش حد عندي يعني النص بتاع النادي الاهلي ما فيش حد، حتى الحكم جاي بيجري ما كانش في النص، نطت الكوره بره الاريا وعليت. انا شفت انت عارف الجول كيفر بعينيه على الكوره مش على اللعيبه، شفت واحد لابس ابيض بيجري فنطيت طبعا رفعت رجلي. اي جول اي يعني اي جول كيفر بينط لازم او اي لعيب بينط لازم الرجل الثانيه. كابتن الديبه الحكم، كابتن مروان كنفاني حكى الواقعة، طالع بيمسك الكرة فجأة اللاعب اللي كان قريب من كابتن مروان كنفاني تسبب في ان الحكم حسب اللعبة ضرب الجزاء. محتاجين نسمع شهادات اخرى عشان نعرف نقيم الواقعة حصلت ازاي بالظبط. احنا هنروح للكابتن فاروق جعفر الطرف الاخر من القضية اللي سجل ركلة الجزاء، وهو بيؤكد ان اللي حصل مع او اللي حكاه الكابتن مروان كنفاني هي الواقعة بالظبط. حارس مرمى في منطقته بيمسك الكرة بيقدم رجله بشكل طبيعي جدا. الكابتن الديبة اللي له تاريخ مع النادي الاهلي ويمكن تاريخ كمان في 87 88 مباراة المحلة لكن مش موضوعنا دلوقتي، قال ان دي ركلة جزاء لدرجة ان هو قال ان كابتن حمد امام كلم لاعب الزمالك قال له اقع. نشوف الكابتن فاروق جعفر بقى وهو بيحكي الجزء من الواقعة اللي بيؤكد كلام كابتن مروان كنفاني. وده كان مباراة سنة 71. أنا شفت المباراة دي إن الزمالك بيلعب المباراة وكنا متعادلين 1-1 يعني تقدمنا بهدف وبعدين جه فينا هدف التعادل. الكابتن مروان كان عصبي جدا في المباراة دي طبعا، وكان حارس مرمى هو حد محترم جدا يعني جدا جدا يعني وجد ضربة جزاء كان الكرة عملت بند في الارض، كابتن ميمي الشربيني سابها. انا فاكر يعني كانه دلوقتي انا قدامي السيناريو، كابتن ميمي البند الكرة عملت بند في الارض، كابتن ميمي الشربيني سابها لكابتن مروان. كان عندنا لعيب كابتن ابراهيم دسوقي كان مهاجم نادي الزمالك، ويعني فلقيت الكرة عملت البند ده فالكابتن مروان طلع ياخدها وراح حاطط رجله في ابراهيم. كان الحكم الكابتن ديبه
الله يرحمه اسكندراني راح مصفر ضربه جزاء. سيبك بقى الماتش ماشي عادي جدا ما فيهوش مشاكل خالص وفجاه يتحسب ضربه جزاء. خلينا ناكد ان المباراه دي مش في افريقيا، ان المباراه دي مش في الثمانينات، المباراه دي في السبعينيات. والحقيقه الكابتن فاروق جعفر يؤكد روايه الكابتن مروان كنفاني اللي كان الكابتن الديبه حكم المباراه متحفز ضده. الغريب مش انها ركله جزاء ادت الى شغب فاتلغت المباراه، لا الغريب ان جماهير نادي الزمالك وبعض المنتمين لنادي الزمالك بيتكلموا ان الغاء المباراه دي ادى لالغاء الدوري اللي نادي الزمالك كان قاب قوسين وادنى من تحقيقه. المباراه دي كانت في الاسبوع السابع بالنسبه للنادي الاهلي والتاسع لنادي الزمالك، يعني احنا لسه بنقول يا هادي في الدوري، وادي جدول الدوري موسم 71 72. بس عشان نكون امناء، الزمالك لعب 9 مش لعب 7، الاهلي هو اللي كان لعب 7، وطبعا كان واضح بشكل كبير جدا ان كمان الزمالك معاه المحله والاتحاد وبس ادي 11 نقطه كل فريق، والاولمبي 10 نقاط. فالموضوع لو هنتكلم في الغاء مباراه اوكي، حابب افكركم ان عادي جدا في 66 الموسم ده اتلغت مباراه برضو بخطا تحكيمي للكابتن صبحي نصير، وعادي جدا المباراه اتلغت والاهلي اتغلب 2-0 والدوري اكتمل عادي. لكن الاحداث زي ما فارس قال ان احنا كنا في اوقات حرب، وصل الموضوع للنيابه، ومش بس كده، ده كمان في نفس توقيت المباراه تقريبا يا فارس كان في المحله والاولمبي احداث شغب. مشابهه تماما بالظبط يعني. وكمان بعد بقى هنا مهم جدا الصوره دي، لان زي ما جبنا وقائع بتحكي اللقطه، تعالوا نشوف اصلا الصحافه كانت شايفه اللعبه ازاي. العنوان يا جماعه ده عنوان المنشيه، ضرب الجزاء غير صحيحه افقدت الجمهور صوابه، يعني العنوان بيقر ان ضربه الجزاء غير صحيحه. جبنا روايه كابتن فاروق جعفر اللي من الزمالك وروايه كابتن مروان كنفاني، عشان لو حد هيقول اصل ده هو اللاعب طبيعي يقول كده، جبنا حتى الصحافه قالت ايه، وجبنا السياق الزمني وجبنا الجدول. اعتقد ما خليناش اي حاجه تقدر تقول ان ده كله اتعمل عشان الزمالك يتحرم من بطوله الدوري، اعتقد رفقا بجمهوركم.